مشاهدينا الكرام عبر منصة مركز حي المسفلة في حفل معايدة أهالي المسفلة، الحفل المقدم من المركز الذي يحمل الرقم 15. نستضيف هذه الأثناء المستشار مروان الطويرقي الذي ألقى كلمة أهالي الحي. مرحبا بك سعادة المستشار، إلى أي مدى أنت سعيد وأنت تشارك اليوم إدارة مركز حي المسفلة وأهالي مركز حي المسفلة حفل المعايدة؟ وقبل ذلك كل عام وأنت وانت بصحة وسلامة. أول حاجة أشكر اللجنة الإعلامية في مركز حي المسفلة على إتاحة هذه الفرصة لي، وهو فعلا الحفل 15 لمركز حي المسفلة، وأهل المسفلة وأهالي المسفلة يستاهلوا كل خير، لأنه مهما نقدم مهما نسوي ما سوينا شيء لأهل المسفلة. وهذا الحضور اللي شايفينه قدامكم ما شاء الله اللي فوق 500 شخص، يعني شيء جميل جدا في أول يوم وفي أول ساعات الحفل. سعادة المستشار، هل يعقل أن نسمع على سبيل المثال أن مركز حي المسفلة يعاني نقصا على الصعيد المادي على سبيل المثال، وهناك رجالات لا شك اليوم مروان الطويرقي يعتبر أحد أهم الرجالات الذين يوجدون الموجودين على خارطة المركز؟ هو فعلا جميع المراكز وليس مركز حي المسفلة يعاني من الضائقة المالية، ولكن رجال مكة موجودين، وأنا أدعم مركز حي المسفلة وغير مركز حي المسفلة. أهم شيء أنه الفرحة لأهالي الأحياء تكون على وجيههم، ابتساماتهم، هذا يعني لي أشياء الكثير. رسمتم البسمة اليوم على محيى الأطفال الصغار والكبار، وهذا الأمر يسركم كما يسرنا نحن أيضا، وهذا الحفل كذلك يسر أهالي حي المسفلة. ماذا تريد أن تقول لهم؟ أقول لهم كل يوم إن شاء الله بإذن الله وهم بخير، وكل يوم عندنا عيديات، والسنة ما شاء الله إضافة من الأستاذ خالد عجلان عيدية، والعيدية المقدمة كل سنة من الأستاذ أيوب مشرف الجمال، وإن شاء الله الأعوام القادمة سوف يقوم رجال الأعمال بمشاركة في هذه المعايدات إن شاء الله. نشكر لك حضورك معنا سعادة المستشار، يعطيك العافية. العفو، الله يسلمك ويبارك فيك، شكرا لك.